regulation of adrenal medullary secretion، كيف يتم التنظيم لإفرازات لب الكظرية، الغدة الكظرية. نيورال كنترول، أول حاجة في يكون في نيورال كنترول، تحكم عصبي. increase adrenal medullary secretion is part of the diffuse sympathetic discharge provoked in emergency situation. أساسا في حالة الإمرجنسي، يعني في الحالات الطارئة، مش زي ما بيقولوا شو fight or escape، قاتل أو أهرب. في كل الحالات الإمرجنسي دي بيتم إفراز، بيزيد إفراز الأدرينال مظلة والأدرينال كورتكس كله. في حالة الهايبوغلايسيميا استيمولات أدرينال مظلة ريسكريشن. الهايبوغلايسيميا، هايبوغلايسيميا يعني انخفاض السكر. cold is also stimulus، البرد بيزوده. certain drugs act directly on the adrenal medulla but this is a minor role. في بعض الأدوية تشتغل مباشرة في الأدرينال مظلة ولكن هذا دور بسيط. selective secretion، النورابينفرين secretion tend to be selective by emotional stress with the person is familiar. يعني بيكون ال selective secretion إفراز اختياري، مثلا زي النورابينفرين في حالة الإيموشنال ستريس. إبنفرين secretion rises selectively in situation in which the individual does not know what to expect. الإبنفرين بيفرز في حالات اللي يكون فيها الإنسان ما عارف هو إيش متوقع، يعني ممكن يكون في شيء بس ما يتوقع إيش هو. طيب، هل في كروموسيتوما؟ في كروموسيتوما ده نوع من الأورام اللي هي بتفرز ليه الكاتيكولامينس الإبنفرين والنورابينفرين. فنتوقع لو في ورم وبيفرز إبنفرين ونورابينفرين الضغط حيرتفع عالي جدا. tumors of chromaffin tissue، أورام الكروموفين تشو. most commonly found in the adrenal medulla، أكثر حاجة تكون موجودة في الأدرينال المظلة. result in hypertension، تؤدي لارتفاع الضغط. due to secretion of large amount of catecholamines، بسبب إفراز كمية عالية من الكاتيكولامينس الإبنفرين والنورابينفرين. السيمتومز، الأعراض إيش حيكون فيها؟ أكيد بما إنه أورامه بتفرز إبنفرين ونورابينفرين، إيش حيكون فيه؟ بالبيتيشن، ضربات في القلب عالية، هايبرتنشن، سويتينج، عرق، هيديك، صداع، هيديك، سويتينج، عرق، بالبيتيشن، ضربات في القلب شديدة، بلر، شحوب، نوزيا، غثيان، تريمر، رجفة، ويكنس، ضعف، أنكزايتي، قلق، إبيجاستريك بين، ألم في فم المعدة، تشست بين، ألم في الصدر، ديزنيا، ضيق في النفس، لايكوزيوريا، وجود السكر في البول، إكستريم سيستوليك هايبرتنشن، اللي بيكون في ارتفاع في الضغط بالذات اللي سيستوليك، سيستوليك اللي هو من الفوق بيكون عالي جدا. in 15% of cases that secrete epinephrine، في 15% من الحالات اللي بتفرز إبنفرين. اوكي، although in most situation hypertension of sustained type، في معظم الحالات الهايبرتنشن ده يكون من الحاجات الثابته. sign of phagocytoma، فيو دي اللي هي اختصار فيو كروموسايتوما، ورام دي تحت الغده الكظريه في المظله. paroxysmal or sustained hypertension، يعني ضغط يروح ويجي او موجود على طول. often with a postural hypertension، يكون الضغط عالي بس الواحد لما يجيف ينخفض الضغط. لما يقول لك postural hypertension يعني postural يعني مع الوقفة ينخفض الضغط. patient may present with ischemic heart disease، احتشاف عضلة القلب، congestive heart failure. CHF معناه congestive heart failure، فشل في القلب. و IHD ischemic heart disease. 10% of the cases bilateral tumors، 10% منها بيكون ورم بالجهتين. و 10% malignant، malignant يعني خبيث. و 10% familial يعني وراثي، اللي هي دي حاجة اسمها men type 2. من يعني دي اختصار لكلمة multiple endocrine neoplasia. من multiple endocrine neoplasia. diagnosis، كيف نشخص الفيو كروموسايتوما الأورام دي؟ high index of suspicion، لازم يكون عندنا توقع عالي. increase 24 hour urinary free catecholamines or their metabolites، اللي هم الميتانفرين and phenylmandelic acid. لو جمعت البول لمدة 24 ساعة
وفتشت الفري كاتيكولامينز فيه قسته، او الحاجات المستغلبه فيها اللي هي بغاياها اللي هي الميتا نفرين والفينال مانديليك اسيد اقيسهم وبلقاهم عاليين. تيومر لوكلايزيشن باي سي تي او ام ار اي، انه اشوف لوكلايزيشن يعني اعرف موضعها عن طريق سي تي، يعني سي تي سكان يعني اشعه مقطعيه سي تي سكان، وام ار اي اللي هي رنين مغناطيسي ماجنتيك ريزونانت ايميجينج رنين مغناطيسي. تريتمنت، التريتمنت العلاج للفيو كروموسايتوما الورم ديه تزيوج ولا سيرجيكال، لازم اشيل الورم. بات نيدز اديكويت ميديكال بريبريشن، لازم اعطي علاجات طبيه بريبريشن تحضير يعني، ويز الفا بلوكر، الفا بلوكر فينايل بنزامين ام بيتا بلوكرز زي البروبانولول فور مينيمم اوف 2 تو 3 ويكس بيفور سيرجري عشان تحكم في الضغط. 2 تو 3 ويكس اعطي علاجات للضغط. Don't forget to subscribe and share.